السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هناخد ليسون 3 من كونسبت 3 يونت 1. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو بيعجبكم شرحي وفيديوهاتي اعملوا لايك على الفيديو واعملوا اشتراك في القناه، تلاقوا زرار احمر موجود تحت الفيديو اضغطوا عليه. زي ما انتم عارفين انا شغاله من كتاب المعاصر ودي صفحه 117. الليسون بتاع النهارده برضو تكمله، يعني مترتب عليه الليسونز اللي فاتت اللي هو ليسون 1 وليسون 2، فممكن ترجعوا لهم في البلاي ليست اللي هي فيها كل الدروس، هسيبها لكم في اخر الفيديو. ويلا بينا نبتدي. هنتكلم في الليسون ده عن ازاي احنا بنحصل على الالكتريستي، جينيريتنج الكتريستي، ازاي احنا بنولد الالكتريستي او بنجيبها منين. طيب احنا هنتكلم اول حاجة على حاجة اسمها جينيريتور. جينيريتور اللي هو المولد. الجينيريتور ده بيكون موجود في الالكتريك باور ستيشن اللي هي محطة توليد الكهرباء، بيكون اسمه جينيريتور زي ما احنا شايفين كده بالصورة اللي قدامنا دي. الجينيريتور بيكون مكون من ايه؟ اول حاجة هو بيكون مكون من لارج ماجنتس، يعني بيكون مكون من مغناطيس، يعني كذا مغناطيس حجمهم كبير جدا جدا، مش اللي هو المغناطيس الصغير اللي احنا عارفينه، لا بيكون كذا مغناطيس وكلهم حجمهم كبير قوي. كويلد واير، كويلد واير يعني اسلاك ملفوفة. هوريكم كده صورته من قريب، بصوا كده، ده كده زي ما احنا شايفين اهو، بصوا مكون من ماجنتس، طبعا في ماجنت برضو في الناحية التانية بس مش باين في الصورة، مكون من سلك ملفوف زي ما احنا شايفين كده. كويل دواير، لما بنجيب ماجنت وبنجيب كويل دواير وبنحطهم بطريقة معينة بيصبح عندنا جينيريتور اللي هو المولد اللي هو بيولد لنا الكهرباء. ايه ده؟ طب ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. الجينيريتور بيبدأ الماجنت اللي فيه يتحرك بطريقة معينة ويعمل تشينج للحركة بتاعت الماجنت دي اللي هي الميكانيكال انرجي اللي هي الكاينيتيك انرجي اللي هي الطاقة الحركية، دي تبدأ تتحول لإلكتريك انرجي. يعني دلوقتي هو شغال ازاي؟ بيبدأ الماجنت اللي فيه يتحرك وده كده هو بيشتغل بالشكل ده، الماجنت اللي فيه بيتحرك، الحركة بتاعت الماجنت دي بتولد طاقة كهربية، يبقى الميكانيكال انرجي، ميكانيكال يعني كاينيتك، عايز تقول ميكانيكال اوكي، عايز تقول كاينيتك مفيش مشكلة، بس تكون عارف الاتنين، تكون عارف ان ميكانيكال هي الكاينيتك، يبقى الميكانيكال انرجي او الكاينيتك انرجي هتبدأ ان هي تتحول لإلكتريك انرجي، وبالتالي يدينا كهرباء. الميكانيزم بالظبط بتاع هو شغال ازاي مش هنتكلم فيها، بس هو دلوقتي الماجنت بيتحرك بطريقة معينة، الماجنتس دي بتتحرك بطريقة معينة بتخلي يتولد تيار كهربي، فالميكانيكال انرجي بتتحول لإلكتريك انرجي، وطبعا دي بقى بتستخدم في لايت هاوسز، بتنور البيوت وأوبريتنج إلكتريكال ديفايس وتشغل الأجهزة الكهربية. طيب أهو بصوا بقى بيعمل إيه. When large magnets spin at high speed، بيبدأوا إن هما يتحركوا أو يلفوا بسرعة عالية جدا. The spinning magnets create electrical charge on the coiled wire so electricity is produced. طبعا ده كلام مبسط جدا جدا على الجنريتور ازاي بيشتغل، بس هو قالك زي ما انا قلت لكم من شويه ان الماجنت ده بيبدا يتحرك بطريقه معينه، وهي بتكون السباين اللي هو بيلف يعني او بيدور بطريقه معينه، وبيكون يعني موجود حواليه الكويلد واير بيبدا ينقل فيه تيار كهربي، والتيار الكهربي ده بقى الالكتريستي اللي احنا بناخدها او بنحتاجها. يبقى هو بيشتغل ازاي؟ ان اللارج ماجنت بيعمل سباين ات هاي سبيد، لازم طبعا بيتحرك بحركه سريعه جدا جدا، طبعا ده بيعمل كرييت الكتريكال تشارجز اون ذا كويلد واير، بيولد بقى طاقه كهربيه وهي دي الالكتريستي بتنتج. طيب تعالوا بقى نشوف. There are different forces that can be used to make the magnets in the generator spine to generate electricity such as، في حاجات بتخلي الماجنت بتساعد الماجنت ان هو يتحرك فبتخلي بتولد تيار كهربي، زي ايه؟ زي مثلا الووتر الميه، زي الويند الهواء، وزي الاويل والكول. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا مثلا في الدامز اللي هي السد، يعني السد ده بيكون فيه من جوه جنريتور فيه ماجنت وفيه كويلد واير. طب ايه اللي هيخلي الماجنت يلف ويولد تيار كهربي في الكويلد واير؟ اللي هيخليه يلف الووتر اللي بيجي بيخبط قوه الميه، هي دي اللي بتحرك الدامز.
اللي بتحرك اللي بتخلي السد جوه يخلي الجنريتور اللي فيه يتحرك. are used to operate water turbines causing the magnets in the generator to spin. يعني قوة المية دي اللي بتشغل الووتر توربينز اللي هي المحركات او المولدات اللي هي التوربينات يعني بتاعت المية اللي جوه، ودي اللي بتخلي الماجنت يحصل له سباين، وبالتالي السد كله يبدأ ان هو يشتغل ومحطة توليد الكهرباء اللي موجودة في السد تبدأ ان هي تشتغل. برضو الرياح، طاقة الرياح برضو لما بيكون في ويند بيكون في رياح. اللفة دي بتاعت الويند ميلز بتخلي الويند توربينز تشتغل وتخلي الماجنت يبدأ ان هو يعمل سباين حوالين الكويلد واير ويبدأ ان هو يشتغل ويبدأ الجنريتور يشتغل، يعني كلهم متوقفين على بعض. يبقى برضو هنا كذلك ممكن نشغله بالأويل والكول اللي هو الفحم والزيت، دول طبعا فيول يعتبروا نوع من أنواع الفيول. طيب بيحصل ايه؟ بيحصل ان هما used to make water boil producing steam، بيبدأوا ان هما يخلوا يحصل غليان في المية وده بيطلع بخار مية، ده بيخلي الماجنت جنريتور in the generator spine. يعني دلوقتي كل الحاجات دي سواء السدود سواء الويند ميلز سواء اللي هي المحطات دي بيكون كلها فيها جنريتور، بس الجنريتور ده مش نافع يشتغل، محتاج حاجة تخليه يشتغل. طب ما احنا ممكن، حد ممكن يقولي طب ما احنا ممكن نشغله بالكهرباء، ازاي يعني وهو بيولد كهرباء؟ احنا اصلا اوريدي محتاجين كهرباء منه، فاحنا ازاي هنستخدم كهرباء في تشغيله؟ ما ينفعش، احنا لازم نستخدم حاجة تانية. فهنا بنستخدم قوة الووتر في ان هو يشتغل، وهنا بنستخدم قوة الويند في ان هو يشتغل، هنا بنستخدم الاويل والكول في ان هو يشتغل. اول لما بيشتغل بيبدأ الماجنت يتحرك سباين بقوة بسرعة عالية جدا ويولد الكتريستي في الكويلد واير. طيب هندخل في حاجة تانية دلوقتي، الالكتريك كارنت. الالكتريك كارنت اللي هو التيار الكهربي. ايه تعريف التيار الكهربي؟ الالكتريك كارنت ده عبارة عن فلو اوف الكتريستي ثرو واير، ده عبارة عن ان الكهرباء ماشية في سلك فبتكون الكتريك كارنت. يبقى الالكتريك كارنت فلو اوف الكتريستي ثرو واير، الكهرباء اللي ماشية في السلك. The electric current comes from the movement of tiny charged particles through conducting wire. يعني الالكتريك كارنت ده عبارة عن جاي من ايه؟ عبارة عن particles زي حاجات كده صغيرة، حبيبات صغيرة through conducting wire ماشية في سلك، او شحنات كهربية صغيرة ماشية في سلك. يبقى الالكتريك كارنت comes from movement of tiny charged، عبارة عن tiny charged حبيبات كهربية ماشية في سلك. طيب when electric current flow through wire it comes a magnetic effect around the wire known as magnetic field. يعني الكهرباء كمان ممكن تولد magnetic field، ممكن تولد مجال مغناطيسي. ايه ده؟ ازاي الالكتريك كارنت التيار الكهربي ممكن وهو ماشي في السلك ممكن يولد يعمل magnetic effect، يعمل تأثير مغناطيسي؟ ازاي؟ هوريكوا ازاي بالشكل ده. احنا هنعمل هنا شكل كده بسيط زي ما احنا شايفين، هنجيب باتري، بصوا كده، هنجيب باتري بطارية، وهنجيب واير اللي هو السلك، وهنجيب ميتال كور يعني اي حاجة معدن، مسمار معدن، اي حاجة معدن، وهنلف عليها السلك بحيث ان هو يكون كويلد واير زي ما احنا شايفين. يبقى احنا هنجيب سلك ونلفه حوالين حاجة معدن، على فكرة عادي ممكن دي تجربوها في المدرسة وهتبقى ناجحة وهتنفع جدا. هنجيب باتري بطارية عشان دي تكون سورس اوف الكتريستي، وهنجيب الواير وهنلف الواير على الميتال كور، اي حاجة معدن، ميتال سواء مسمار اي حاجة. هو هنا جايب ميتال كور يعني قالب من المعدن، وهنلف عليه السلك ونحط البطارية ونوصل السلك بالبطارية. ايه اللي هيحصل؟ هنبص نلاقي الميتال كور ده بيجذب الايرن نيلز، بيجذب المسامير بتاعت الحديد. ايه ده، معقولة هو ده بقى ماجنت؟ لما احنا الحاجة المعدن بنلف عليها سلك وبنوصلها بتيار كهربي، لما التيار الكهربي بيعدي فيها بيحولها المغناطيس. انتوا متخيلين؟ يبقى if a wire wrapped around a metal core the magnetic field produced by the flowing current in
strengthened so the metal core attract the iron nails as the opposite picture. هيبدا ان هو يجذبها، وده بيثبت ان الالكتريستي والماجنتيزم كان ورك توجذر، ممكن يشتغلوا مع بعض عادي جدا مفيش مشكله وهما الاثنين مترتبين مع بعض. يعني ده بيدل ان الماجنتيزم ممكن نطلع منها الكتريستي، زي كده ما احنا الجنريتور كان عباره عن ماجنت بيلف سباين بيتحرك بسرعه وبيلف وطلعنا منه الكتريستي، وبرده في نفس الوقت الالكتريستي طلعنا منها ماجنتزم. اهو احنا كوننا ماجنت واحنا اصلا ما عندناش ماجنت، فده يدل ان الالكتريستي والماجنتزم هما الاثنين مرتبطين وشغالين مع بعض. الدرس النهارده طويل شويه فانا هقف لحد هنا، وهنكتب الجزء اللي انا قلته ده على البورد، والمره الجايه ان شاء الله هكمل باقي الدرس، هنزله لكم بكره باذن الله عشان ما يبقاش بس طويل عليكم. انتوا بس ذاكروا الجزئيه دي كويس، وبكره ان شاء الله انزل لكم بارت 2. يلا بينا نكتبه على البورد. اول حاجه انا هنا كتبتها الجنريتور اللي هو المولد، المولد اللي موجود في الالكتريك باور ستيشن اللي هي محطه توليد الكهرباء. هو بيتكون من ايه اصلا المولد ده؟ بيتكون من لارج ماجنت، ماجنت كبير، لارج ماجنتس، ماجنتس كتير كبار كلهم، وكويلد واير، وسلك بيتلف. ايه اللي بيحصل؟ ان الماجنت ده بيبدا ان هو يعمل سباين ات هاي سبيد، ويبدا ان هو يتنقل تيار كهربي في الكويلد واير، ويبدا ان هو يدينا الكتريستي. فعشان كده هو change ميكانيكال انرجي تو الكتريكال انرجي. وقلنا الميكانيكال انرجي ممكن نقول كاينيتيك انرجي، يعني عادي مفيش مشكله لو قلنا ميكانيكال او كاينيتيك، الاثنين صح ولازم نحفظ الاثنين. لالكتريك انرجي الكهرباء، يبقى بيحول الميكانيكال انرجي اللي هي الطاقه الحركيه لالكتريكال انرجي طاقه كهربيه. وبيستخدم في ايه كمان؟ لايتنينج هاوسز، يعني هو بينور المنازل، وأوبريتنج إلكتريك ديفايسز، إلكتريكال ديفايس هو اللي بيشغل الأجهزة الكهربية، وده طبعا بيكون موجود في محطة توليد الكهرباء. إحنا بنحصل على الكهرباء منين؟ إحنا بنحصل منها على إحنا بنحصل على الكهرباء من محطة توليد الكهرباء الإلكتريك باور ستيشن، اللي هم عندهم الجنريتور زي ما إحنا شايفين كده، اللي هو عبارة عن لارج ماجنتس وكويلد واير وسلك ملفوف. طيب إزاي هو بيشتغل؟ اللارج ماجنتس الكتير دول بيبدأ إن هم سباين آت هاي سبيد، يبدأوا يلفوا بهاي سبيد عاليه جدا جدا جدا، يبداوا ان هم يلفوا، فده بيدينا الكتريك تشارج. هو كده هو الماجنت لما بيبدا يكون متصل بسلك وبيبدا ان هو يلف بطريقه معينه، ده بيولد تيار كهربي. هي كده سبحان الله، يبقى ده بيدينا الكتريكال تشارج وكويلد واير سو الكتريستي بروديوس، وده بينتج طاقه كهربيه. فعشان كده احنا بنحصل على الكهرباء. طب احنا ازاي بنخلي اصلا الماجنت ده يلف؟ ما احنا مش معقول هنستخدم الكهرباء مع الماجنت واحنا اصلا بنحصل منه على كهرباء، ازاي هنستخدم الكهرباء؟ لا ده احنا اكيد لازم نستخدم بقى سورسز ثانيه، لان احنا اصلا محتاجين الكهرباء دي. فاحنا دلوقتي عندنا ميني سورسز، يا اما الووتر، بناخد قوه الووتر ونبدا ان احنا نشغل الجنريتور ده فيبدا الماجنت والكويل دواير يدونا الكتريستي، يا اما من الويند من طاقه الرياح، يا اما من الاويل والكول اللي هم الفيول، اللي هو الاويل والكول اللي هو الفحم والزيت. طيب الووتر بنعمل ايه؟ ده بيكون طبعا في الدامز في السدود. بيحصل ايه؟ ان الووتر يوزد تو اوبريت ووتر توربينز، الووتر قوه الميه بتشغل الووتر توربينز، وده بتخلي الماجنت يتحرك ويبدا يولد الكتريستي. الويند برضو نفس الشيء، يوزد تو اوبريت ويند توربينز، وده بيسبب الماجنت برضو ان هو يتحرك وبيدينا تيار كهربي. عشان كده السدود بناخد منها الكتريستي، السد بناخد منه الكتريستي. بناخد منه الكتريستي ازاي؟ عن طريق قوة المية. قوة المية بتخلي الجنريتور اللي في السد يشتغل. طبعا هو بيبقى فيه بقى كذا جنريتور كتير جدا، كلهم فيهم ماجنتس وكويل دواير. برضو الويند كذلك، الويند ميل اللي هي دورة الرياح دي اللي انا وريتكم صورتها، اول لما بتبدا قوه الرياح تخليها تلف، ده بيخليها برضو تشغل الماجنت تخليه يلف ويولد الكتريستي. الاويل والكول اللي هو الفيول، يوزد تو ميك ووتر بويل بروديوس ستيم، الميه ده بيعتمد على غليان الميه بينتج بخار ميه، وده بخار الميه ده هو ده اللي بيخلي الماجنت يبدا ان هو سباين ويبدا ان هو يولد الكتريستي. طيب اخدنا كمان تعريف الالكتريك كارنت اللي هو تعريف التيار الكهربي، وقلنا ان الكهرباء ماشيه في السلك، يبقى فلو اوف الكتريستي ثرو واير، ان الكهرباء ماشيه في السلك.
وقلنا تعريف الماجنتيك فيلد اللي هو الماجنتيك افكت فورمز اراوند ذا واير وين ذا الكتريك كارنت فلو، ده عباره عن التاثير المغناطيسي لما الكهرباء بتعدي. واحنا قلنا ان المغناطيس ممكن ناخد منه كهرباء وممكن الكهرباء نعمل منها مغناطيس، يعني قلنا هما الاثنين electricity and magnetism can work together، هما الاثنين ممكن يشتغلوا مع بعض. يعني ممكن زي ما احنا شفنا كده ان الماجنت ممكن بقوته ان هو بس يدوب سباين وفي كويلد واير يدينا electricity، وممكن الالكتريستي ناخد منها مغناطيس. ازاي؟ هو هنا عمل لنا شكل كده بسيط، جاب باتري وجاب واير وجاب ميتال كور، لف الـ لف الـ لف الواير حوالين الميتال كور اللي هي اي قطعه معدنيه بقى، مسمار اي حاجه، ووصلها بالبطاريه. بص لقى الميتال كور اتحولت لمغناطيس وبدات ان هي تعمل اتراكت للايرن نيلز، ودي حاجه غريبه جدا. يبقى رابت ا واير اراوند ميتال كور، ماجنتيك فيلد ويل برودوس، وميتال كور اكت لايك ماجنت. تمام، انت عايز تعمل مغناطيس في البيت وما عندكش مغناطيس، ممكن تعمل كده، هات ميتال كور، هات واير، هات باتري، وهتتحول عندك الميتال كور هتتحول عندك لماجنت، وهيبقى ماجنت حلو جدا، وممكن تبقوا تعملوها في المدرسه. احنا كده خلصنا بارت 1 من الليسون، من ليسون 3. مش هكمل الليسون عشان ما يبقاش كتير عليكم النهارده، بكره ان شاء الله انزل لكم بارت 2. لو بيعجبكم شرحي وفيديوهاتي اعملوا لي لايك واعملوا اشتراك في القناة، هتلاقوا زرار احمر موجود تحت الفيديو، ولو عندكم اي اسئلة ابعتوها لي وانا هرد عليكم ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في بارت 2 الفيديو اللي جاي. مع السلامة.